لقاه الدري انت مريض حالته حاله، الله اللي حاس بيه مطالع بيه، شو رجلي حاتم كي دايره ها، وجدته من قلميم وقال لك لا ديه رديه للسيمانه الجايه، معيت معاهم في السبيطار ما خليت ما درت، دابا قال لك ديه ماشي تاع القاعده ما كيقعدش هاكا مسرح ما كيقعد ما حتى شي حاجه، ما كيركب لا في كروسه حتى شي حاجه في الشارع، وفاش كيبقى مجبد. وجدتو ليهم درت ليه التحاليل عنده الفقر الدم الحاد، عنده الميكروب طالع ليه، دابا قال لك ديه رديه للسيمانه الجايه ونشوفوا شنو غنديروا معاه، خاصك تشري البلاصه، قال لك خاصك تشري البلاصه، وانا ما عنديش باش نشري البلاصه، ولا سميتو نجدو على حساب المخزن على حساب الدوله اللي غادي تداوي هادشي، علاش انا صيفطوني موالين قلميم قال لك سيري ديه لمراكش على حساب الدوله غادي تداوي. هو كسيده تهرس من ظهره، كسيده تهرس من ظهره، ودرت ليه العمليه في قلميم، درت ليه الحديد ودرت ليه كل شيء، ولكن بكثره النعاس تجبيد رجليه وقع لي هكا بالميكروب اللي طالع ليه وبالفقر الدم اللي عنده، رجليه هكا تكلوا بكثره النعاس وكثره الجباد وكثره ما كينوض ما يتململ ما يتحرك ما حتى شي حاجه. ديته لهذاك بنو طفيل، داك السبيطار ديال بنو طفيل، ما شافوه كاع ما شافوه، غير شافوا الوراق، شافوا السبيطار قال لك صافي سيري ديه حتى للسيمانه الجايه، ويجي يدير الراديو ويدير تحاليل ويدير السكانير، سير جيب لي داك الشيء ديالو اللي درتي لي في قلميم جيبيه لينا. انا في قلميم درت ليه الراديو، درت ليه السكانير على حساب الظهر ماشي على حساب رجلين، على حساب الظهر درت ليه السكانير ودرت ليه الراديو على حساب الظهر. دابا قال لك لا جيب لي السكانير ديال رجليه والراديو ديال رجليه. هو دابا داروا معايا نهار ثلاث، ما عرفت نهار ثلاث ثاني اش غيديروا معايا، انا ما قداش نبقى نديه ونجيبه، يعني هو راه هكا داير مسرح ما كينوض ما كيقعد ما حتى شي حاجه. دابا كنهزوه هكا في كاشه ونخرجوه حتى لبرا، عاد كنديروا في داك البايص ديال لابيلانس، لحقيتاش البايص ما كيدخلش مع الباب، وانا لقيت غير هاد الناس، كون ما لقيتش هاد الناس كون انا وياه مليحون في الشارع، وانا ما عنديش باش نردوا القلميم، كلشي بالفلوس من العائله، شي حاجه من العائله، العائله ديالي كل ما كانوش غادي نديه تاني نردوا القلميم، ولا نحطو في الشارع ونقعد انا وياه تما في الشارع، يعني ما كيقعد لا في كروسه لا حتى شي حاجه، هكا داير مسرح هكا مسرح هكا، متى القعده ما كياكل هكا، يشرب هكا تيو تاع البول هكا، الكوش صافي، هي مجوج عنده وليد، خلينا في الدار في قلميم. يلا عنده دابا شي يقول غادي يكمل شهرين، وهاد السيد وقع لي هادشي في شهر 11، دابا 8 ايام من داك الحد، وصبحت عندهم الاثنين في السبيطار، صافي قالك ديه ردي، ما شافوش كاع، ما طلوش عليه ما شافوش كاع، شافو غير الاوراق، قالك ديه رديه حتى النهار حتى الثلاث الجاي حتى السيمانه الجايه. رجلي ها شوف حالتهم كي دايره، ها هاد الرجل قاعد تقسمات من هنا، ها كتلعب، ها غير ملصقينها، شوف كي دايره، ها من هنا تاني، ها من واحد الحاله، ها الاخرى راه غير الجل الحم فوق اسميتو، جات فوق الحمرة لاصقها، رجلي غير كيلعبوا مثل وشادين والو، لا ما كيتناش ما كيتناش ما كيقعدش، هكا داير هكا مسرح، ما كيتنام ما كيقعد ما حتى شي حاجه، هكا مسرح حتى الكروسه اللي بغينا نديروه فيها نخرجوه مع الزنقه ولا شي حاجه ما كيقعدش فيها. البول داري لي غير الشكوى ديال البول، ها هي داري لي غير الشكوى ديال البول، ها هي كندير ليه الكوش، يعني واحد الحاله مكرفصه، ومالي السبيطار تا هو قال لك سيري ديه سيمانه فين غادي نديها انايا، دابا سيمانه وحنايا باش جينا هنايا، وتا شي حاجه ما داروها معاه والو، ما دار معنا حتى شي حل. دابا حنا اللي لينا في الغار دا يداوى، الا ديو التحيه غيحيدوه، الا ديو الدواء يداوى، وهادشي اللي بغينا صافي، ما بغينا حتى شي حاجه من عندهم، غير يدخلوا للسبيطار وصافي. اودي حنا عينا بهاد المسؤولين، الله ينصر سيدنا، الله ينصر محمد السادس، يشوف تا هو من حال هاد الطفل، بغينا ان شاء الله غير يداوى، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير يداوى، حنا عينا بهاد الشيء، سير واجي حتى شي واحد ما دار لنا شي حاجه مقوده، ما كاينش كاع اللي تلفت لي ولا اللي شاف فيه ولا اللي طلب منه كاع شي حاجه. حنا دابا الله ينصر سيدنا، بغينا شي حاجه هاد الطفل بغينا يداوى،
الى رجلي ديال الدواء يداوى ولا ديال التحيه اللي تحيدوا، هادشي اللي كنطلب. ها هو شوف حالتو كيفاش دايره، ما حتى الماكله ما كياكلش بزاف، قليله الماكله. يعني دابا التحاليل ديالو اللي شافوهم كيقول لك اودي هاد السيد ما خاصوش يكون هنا في الدار، خاصو يكون في السبيطار. يعني عنده فقر الدم الحاد وعنده الميكروب طالع عليه، ماشي ديال الدار، ديال السبيطار. وجناه لاحونا قالك سيري ما شافوهش كاع حتى الشوفان، ما طلوش كاع عليه. ها هو حنا دابا هنايا غادي نشوفو تاني نهار الثلاث اش غيديروا معانا. انا اخويا وقعت لي حديده، طحت بواحد الموتور، صرت تهرست من ظهري، درت العمليه في ظهري، درت الحديد صافي، تسللت من رجلي لتحت، سلل نصفي لتحت، تسللت من رجلي، فوت شي صوره في السبيطار، جيت للدار صافي. ملي جيت للدار بقيت عاطا غير النعاس بحال هكا، ما كان قد لا نتحرك لا ندور لا هكا لا نتقعد لا والو، صافي بقيت غير نعاس هكا، نعاس تتسلخوا لي رجلي بوحدهم، هذاك الشيء بوحدو من عند الله، هذاك الشيء ما فهمت فيه والو. هذاك الشيء صافي ملي مشينا للسبيطار قال لي ما عندكش الحل ديال هذا الشيء هنا، قال لي الدواء ديال هذا الشيء ما عندكش هنا، اما تقطعهم وما دير لهم التجميل. صافي موالين الدار ما بغاوش يزربوا، قال لك اودي غندوك للدار غادي نتبعوا لك الصوانج وداك الشيء. جيت للدار فوت واحد شويه، داك الشيء بقى كيتزاد صافي، قالوا لي خصك تمشي لمراكش. ملي جيت لمراكش دابا هنايا جينا داك الحد اللي فيه، تصبحنا في السبيطار نهار الاثنين، هو قال لك خصك تمشي تاني نهار الثلاث على الثلاثة بعد غدا، هو احنا غادي نشوفو نهار الثلاث شنو غيديرو معانا. وقال لك خصك تشري البلاصة وشحال من حاجة فرضوا علينا، قال لك خصك تجيب هذاك السكانير، وهذاك السكانير حنا ما جبناش معانا، بقى شدوه لينا في أكادير، بقى في أكادير، ودابا غير يذكرونا عليه، قال لك خصك تجيبو باش نعاودو عليه وداكشي. وانا جيت بغيت نداوي رجلي، ما جيتش باش نداوي ظهري، هما داك السكانير ما عندهم ما يديرو به. هو الطلب ديال اخويا هو ندخل للسبيطار بغيت نداوى، ما بغيتهمش يبقاو يدوني ويجيبوني في الزنقه هنا. ما راكم كانوا هاد الناس هادو راكم متشردين في الزنقه دابا، والله العظيم اذا كما كانوا هاد الناس هادو كنت شردنا دابا في الزنقه. صافي دابا الطلب ديالي انا هو ندخل للسبيطار نداوى، راه تعذبت واحد الحاله حاله الله، راه غتشوف هذاك الشيء كيدير، راه صابر الله العظيم الا صابر. صافي دابا نهار الثلاث غنشوفهم واش غيديروا معانا، الله يدير شي تاول ديال الخير وصافي.